بكم في حلقة اليوم من العدد الأخير وجولة جديدة لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الشرق أوسطية والعالمية. في هذه الحلقة ينضم إلي الإعلامي والمحلل السياسي السيد خميس أبو العافية. مرحبا بك سيد خميس. وإلى العناوين من الصحف الإسرائيلية: صحيفة آرتس، رجل أعمال إسرائيلي يقف خلف صفقة بيع طائرات تجسس إلى الإمارات. من صحيفة إسرائيل اليوم: نسعى من أجل هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة. في الصحف الفلسطينية: صحيفة الأيام، الرئيس يقرر إنهاء خدمات كافة مستشاريه ويلزم أعضاء الحكومة السابقة برد الزيادات. في الصحف العربية: صحيفة الوطن السورية، الجيش يمنع وصول إمدادات عسكرية تركية لأدواتها ويدخل أطراف خان شيخون. في الصحف العالمية: صحيفة لتليجرام الفرنسية، باريس وموسكو ساعة تدفئة العلاقة. أعود إلى ضيفي في الاستوديو ونبدأ من الصحف الإسرائيلية سيد خميس. صحيفة هآرتس تقول: رجل أعمال إسرائيلي يقف خلف صفقة بيع طائرات تجسس إلى الإمارات. في البداية سيد خميس، ما هي صلاحية القطاع الخاص في هذا في المجال الأمني، وهل يعني رجل الأعمال الإسرائيلي واجهة للشركات إسرائيلية؟ أولا وقبل كل شيء، هنالك إشكالية في الأمر، أن إسرائيل بالقانون الإسرائيلي يحظر على أي إنسان بيع أسلحة لدول قد تصنف إسرائيليا على أنها دول في إطار دول أو محور العدو لإسرائيل. الإمارات لا توجد علاقات رسمية مع إسرائيل، وكذلك لا علاقات عدائية، لذلك هذه هنا في إشكالية. ولكن في الأونة الأخيرة كثرت الأنباء حول تورط رجال أعمال إسرائيليين ببيع الأسلحة لدول إفريقية ودول تصنف على أنها دول تعتبر في وفق تقييم الغرب على أنها في محور الشر. أنا أعتقد بأن هي ليست المرة الأولى. على فكرة الكونغرس الأمريكي كان قد أجرى تحقيقا قبل سنوات ضد رجال أعمال غربيين وإسرائيليين كانوا متورطين ببيع أسلحة لدول إفريقية. هنالك من يقول بأن أيضا شملت هذه الصفقات إيران، ممنوع بيع الأسلحة لإيران، ممنوع بيع الأسلحة لأي دولة كان، لا تقبل بها أو لا تحظى برضا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. على فكرة إسرائيل ليس لديها أي مشكلة مع الإمارات ولا مع السعودية، نحن نعرف بأن هنالك توافق في الآراء والمواقف، يعني ولكن الخشية الإسرائيلية هي بأن تقع في يوم من الأيام هذه الأسلحة المطورة والحديثة جدا بأيدي من تصفهم إسرائيل بأياد معادية لإسرائيل. يعني هل هذه الصفقة، صفقة بيع طائرات تجسس إلى الإمارات، يعني تعطي تنوه إلى بعد عميق جدا من التطبيع؟ هي نوعا ما نعم. الإمارات نحن نعرف بأن لديها مواقف يعني تتفق وتتقاطع مع المواقف الإسرائيلية في شتى الملفات، السوري، اليمني، الإيراني وأهل المجرة. ولكن إسرائيل ما يقلقها، على فكرة قبل أشهر رأينا تقرير بأن إسرائيل رفضت قيام الولايات المتحدة الأمريكية ببيع طائرات مستحدثة جدا للسعودية، ليس ضد السعودية إنما خشية من أن تقع هذه الأسلحة في يوم من الأيام بأياد تعتبره إسرائيل معادية لها. لذلك الموضوع معقد نوعا ما في هذا الملف. وبقاء في الصحف الإسرائيلية وصحيفة إسرائيل اليوم: نسعى من أجل هجرة الفلسطينيين في غزة. يعني هذا التصريح ورد في زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أوكرانيا، يعني هل هذا بالون اختبار للفلسطينيين في غزة أم للاستهلاك الانتخابي؟ هو يشمل المحورين، للاستهلاك الانتخابي من ناحية وأيضا بالون اختبار. على فكرة هذا ما باح به أحد المقربين من رئيس الوزراء الذي كان في حاشية رئيس الوزراء في جولته أو زيارته لأوكرانيا. ولكن أقول لك بأن هذا المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن يجرؤ على إطلاق أو هكذا تصريح دون موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولم نسعى نفيا. ولكن أيضا يقال بأن بنيامين نتنياهو حاول إقناع دولا أوروبية باستيعاب الفلسطينيين، ولكن ارتطمت هذه المحاولات برفض أوروبي جارف
لهذه الخطة. حول الرقم 35 ألف، أنا يعني أعتقد بأن يجب التعامل مع هذه المعطيات بارتياب نوعا ما، ربما الهدف من وراء ذلك هو يعني تغلغل هذا الرقم في أذهان الفلسطينيين وإقناع الكثيرين ممن سئموا الحياة في قطاع غزة إلى الهجرة خارج قطاع غزة. وفي صحيفة دعوت أحرنوت، مقاتلو وحدة جولاني لم يسارعوا إلى المواجهة وتم فصلهم، لربما الجيش الإسرائيلي لابد أن يركز على الناحية النفسية والذهنية لجنوده ويعني تشجيعهم وتحفيزهم على المواجهة المباشرة مع ما يصنفونه بالعدو. في بداية شهر أغسطس الجاري كانت هنالك نوع من المحاكاة السلبية أو نوع من المجابهة المواجهة ما بين عناصر تابعين لحماس وأيضا وحدة جولاني التي تعتبر وحدة صفوة في الجيش الإسرائيلي. تبين فيما بعد بأن هذه الوحدة لم تلجأ أو لم تبادر إلى محاكاة أو إلى مواجهة عناصر حماس، بل تراجعوا، أمر تنظر إليه القيادة العسكرية على أنها غاية في الخطورة، ما يعني بأن يعني هذا يعني من شأن أن يؤدي إلى انتكاس المعنويات لدى الكثير من الجنود، وكأنهم في يعني في اللحظة المصيرية قد يولون الأدبار ويفرون بدلا من مواجهة من يصنف إسرائيليا وعسكريا على أنهم إرهابي حماس. في صحيفة إسرائيل هيوم، ترقب إيران ستختبر صاروخا تحت غطاء إطلاق قمر صناعي. طبعا وأجهزة الاستخبارات الغربية تترقب عملية الإطلاق لسبر غورة هذه العملية، هل إطلاق صاروخ باليستي أم بالفعل هي قمر صناعي؟ بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت في روسيا، كثرة الضبابية حول قيام روسيا به إجراء تجارب صاروخية من شأنها أن تزعزع الاتزان، اتزان القوى القائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اليوم بدأ يدور الحديث عن إيران وكأنها هي تحت مسمى أو غطاء إطلاق صاروخ قمر أو عفوا إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء. إسرائيل ووكالات الاستخبارات أجنبية ترجح بأن الحديث يدور عن غطاء، إنما بالفعل إيران تسعى إلى عقد أو إقامة أو إنشاء تجربة أو إجراء تجربة صاروخية بعيدة المدى. الغرب يترقب، إسرائيل تترقب وقلقة جدا في حال تم الأمر. وفي حال بالفعل الحديث عذرا يدور حول إطلاق صاروخ باليستي، كيف تقرأ هذه الخطوة الإيرانية في سياق الأزمة والتوتر في مياه الخليج؟ إيران يعني أغلقوها ويعني قاموا بتطويقها من كل النواحي، أصبحت هي يعني كالقطة التي تحولت إلى نمر أو إلى أسد، ضايقوها كثيرا. قامت الولايات المتحدة الأمريكية في خطوات عقابية بعد انسحابها من اتفاقية الغرب مع إيران. كل هذه الأمور أدخلت القيادة الإيرانية إلى حالة يعني ليس أمامنا سوى المحاربة، حتى هم يقولون حتى الموت، لأنه نحن أمام أكبر محنة. من هنا أقول إصرار إيران فيما يتعلق بقيام حكومة أو النظام في منطقة جبل طارق بإطلاق سراح السفينة الإيرانية يعني أثمرت ثمارا إيجابيا. تم إطلاق سراح السفينة، ما يعني هنالك إصرار إيراني أمام يعني تلعثم غربي في يعني في هذا الملف. في صحيفة دعوت أحرنوت، مواطن أردني خطط لقتل جندي طعنا بالسكين. الحديث يدور عن شخص من أصول فلسطينية مع الجنسية الأردنية، قام مكث بالأحرى في الضفة الغربية وتسلل من الجدار وحاول تنفيذ عملية طعن. أستاذة هشام، كل من تابع الأخبار في الأسبوع الأخير رأينا أن هناك تكرار لمحاولات قيام فلسطينيين بطعن جنود أو إسرائيليين، ورأينا في الأسبوع الماضي وقبل الأسبوع الماضي يعني حسب المعطيات الإسرائيلية أكثر من 7 محاولات طعن، 4 منها نجحت و3 يعني تم إفشالها. هذا مواطن من أصل فلسطيني عاش فترة وجيزة أو كبيرة في
عفوا في الأردن عاد إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. هنالك حسب الصحيفة حاول التسلل إلى إسرائيل أو دخل الحدود الإسرائيلية إلى العمق الإسرائيلي حاملا سكينة بغية تنفيذ عمليات طعن إلى تم يعني إثر معلومة استخباراتية تم وأد هذه العملية قبل تنفيذها. نعم. والبرلمان الأردني في صحيفة معريف يطالب بإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل، وقبل يوم تم استدعاء السفير الإسرائيلي لتوبيخه على خلفية أحداث الأقصى في فترة العيد. لكن هل بالفعل البرلمان الأردني سيتمكن من إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل في ظل يعني الصفقات الوطيدة بين البلدين؟ أولا وقبل كل شيء، المسؤول عن ملف الأقصى يعني عالميا إسرائيليا وهذا هي الأردن، المملكة الهاشمية الأردنية. الأردن امتعضت كثيرا حيال ما شاهدته الأسبوع الماضي عندما قام مستوطنو اليهود بالمئات باقتحام باحث المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة الكثير من الفلسطينيين المسلمين الذين تواجدوا حينها في الباحة. الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي يوم أمس وتم توبيخه على هذا، وحملت إسرائيل جل المسؤولية لتداعيات هذه المواجهات وما يقدم عليه المستوطنون. اليوم البرلمان الأردني ينعقد لمطالبة الحكومة الأردنية أو جلالة الملك عبد الله بإعادة النظر وقطع العلاقات مع إسرائيل. أنا يعني أقول بأن الأردن في الوضع الراهن تجد صعوبات كثيرة في قطع العلاقات الدبلوماسية في هذه المرحلة بالذات، وفي البيت الأبيض الأمريكي يجلس إنسان الذي يعني يحمل الحب الفائد لبنيامين نتنياهو ولحكومة إسرائيل. صحيفة هارتس شكد في رسالة لنتنياهو: سأسعى للحصانة فأنا أسيطر على مندلبليت. وفي صحيفة معريف شكد تقول بأنها لم تقترح أي صفقة على نتنياهو. طبعا مندلبليت المستشار القضائي ورئيس النيابة العامة في إسرائيل، وشكد تقول بأن يعني بما معناه سأعود إلى ليكود مقابل ضمان مندلبليت بعد مضايقة نتنياهو في فترة بعد الانتخابات. هذه دق أسفين تقول شكيد من قبل أناس يريدون أن يلطخوا سمعتها. هي كانت في الحكومة السالفة تشغل منصب وزيرة القضاء، وزيرة القضاء لديها القدرة والسيطرة على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية. يقال بأن هنالك كانت قد تقدمت لبنيامين نتنياهو بعد فشله حزبها اليمين الجديد في الانتخابات الماضية بعدم تجاوز نسبة الحسم. قالت لمقربين لبنيامين نتنياهو: أنا أستطيع أن أجلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يجابه احتمال تقديم لوائح اتهام جنائية ضده. الحصانة شريطة أن يقبل بي بأن أنضم إلى حزب الليكود في موقع يعني رفيع وثابت. تنفي اليوم في جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن هذا إسفين يراد منه الإساءة إلى سمعتي، أنا لم أصنع أي صفقة ولم أقترح أي صفقة مع أي أحد كان. ننتقل الآن سيد خميس إلى الصحف الفلسطينية وصحيفة الأيام. الرئيس عباس يقرر إنهاء خدمات كافة مستشاريه ويلزم أعضاء الحكومة السابقة برد الزيادات. هل هذه حرب على الفساد في السلطة الفلسطينية أم نتيجة الضغط الاقتصادي المتراكم؟ هو يعني هنالك بالطبع لما بتضيق الحالة المالية تسمع الأصوات المنددة والشاجبة لأي ظواهر البزخ. الرئيس محمود عباس أبو مازن يريد أن يظهر بمظهر المحارب للفساد، قام بإقالة بعض المستشارين والمقربين وطلب شخصيات فلسطينية اعتبارية كانت في السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة أموال أخذوها بشكل يعني يوصف بأنه غير شرعي بإعادتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. فهو يريد من ذلك يعني ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا للشارع الإسرائيلي لخطب وده والإظهار بأنه هو يحارب الفساد حتى لو كانوا مقربين إليه، ثانيا يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية يحاول أن يقول بأن نحن نتماشى مع
الظروف المالية الصعبة نعم. التي يعيشها الشارع الفلسطيني. بقاء في الصحف الفلسطينية صحيفة الحياة الجديدة بضغط وطني، إلغاء عقد مؤتمر في رام الله دعت له السفارة الأمريكية في محاولة فهمها يعني الفلسطينيون كأنها التفاف على القرار الفلسطيني بعدم التعاطي مع الإدارة الأمريكية. هو في محاولة كانت للالتفاف على السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولة تسويق بشكل أو بآخر أو بمسمى أو بآخر صفقة القرن للشارع عبر اللقاءات، سلسلة من اللقاءات يجريها موظفون كبار في السفارة الأمريكية مع شخصيات مع أناس يعني في الشارع الفلسطيني، شخصيات يعني أيضا في الشارع الفلسطيني يعني اعتبارية. السلطة أحيطت علم بذلك يعني، وتم ممارسة الضغوطات على المواطنين لحملهم على عدم التعامل، لأن هناك قرار واضح بعدم التعاطي أو التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل رئيس أمريكي اتخذ كل الخطوات ضد الشعب الفلسطيني. نعم. في صحيفة الوطن في الصحف العربية، الجيش يمنع وصول إمدادات عسكرية تركية لأدواتها ويدخل أطراف خان شيخون والمعارك مستمرة في الشمال السوري. سوريا تعلن الحرب الضروس على الإرهابيين المتواجدين في إدلب، وتركيا لاعتبارات سياسية أمنية لديها مصالح، وهنالك خشية في العاصمة الروسية موسكو وأيضا في طهران وفي دول أخرى التي تعتبر محسوبة على إيران وعلى روسيا من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع إلى حد المجابهة المواجهات العسكرية ما بين جيش النظام السوري والجيش التركي. أنا أراهن على إمكانية قيام روسيا من جهة وطهران من جهة أخرى بالوساطة برأب الصدع واحتواء الأزمة ما بين تركيا وسوريا. وإلى ملف اليمن ونظرة الصحف المختلفة ذات العلاقة في هذه المسألة، الصحيفة السعودية تقول بأن صحيفة الجزيرة تحديدا، التحالف لن يقبل العبث بمصالح الشعب اليمني أثناء هذه الفترة العصيبة والحرجة في العاصمة المؤقتة عدن. من جهة أخرى صحيفة الخليج الإماراتية جرجاش يقول الأولوية في اليمن التصدي للانقلاب الحوثي، والصحيفة القطرية حرب اليمن تمزق التحالف السعودي الإماراتي. انتبه هنا إلى عناوين مختلفة طبعاً. لكل صحيفة لديها أجندة. الصحف الموالية للتحالف العربي تحت راية السعودية والإمارات تأتي يعني تبرز يعني ما قاله الدكتور أنور قرقاش وهو وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات، يقول بأن يعني رغم الأقاويل في الآونة الأخيرة على هنالك تصدع في المواقف ما بين السعودية والإمارات، إلا نحن على وقفة رجل واحد ضد انقلاب الحوثيين في اليمن، ما يعني بأن نحن ما زلنا متمسكين في التحالف مع السعودية رغم ما قيل في الآونة الأخيرة. إلا أن صحيفة المحسوبة على قطر صحيفة الشرق تقول حرب اليمن مزقت التحالف السعودي الإماراتي. نعم. وجاءت بخلال التقرير في أكثر من دلالة إلى وجود يعني تصدع كبير في المواقف ما بين الإمارات والسعودية. حرب اليمن خسرتها السعودية وخسرتها يمن. نعم. وخسرتها الإمارات في نهاية المطاف. نعم. وبقاء مع صحيفة الشرق، أسوشيتد بريس تقول خسائر حقل الشيبة لم تكن محدودة، على الرغم من أن مسؤولين سعوديين صرحوا بأن يعني حريق صغير وتم احتوائه. هنالك ضربة صاروخية قوية إلى حقل الشيبة، حقل الشيبة وحقل للنفط، واستطاع أن يلحق أضرارا بالغة. حاولت السعودية عبر أبواقها الرسمية إلى محاولة تقزيم الضربة وتداعياتها من خلال قال بأن هنالك كانت حركة تم يعني سيطرة عليها وإخمادها كليا، إلى أن جاءت وكالة الأخبار الأسوشيتد بريس وقالت هي لم تكن محدودة بل هنالك حرائق كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة في حقل الشيبة. ننتقل الآن سيد خميس إلى الصحف العالمية وصحيفة لتليجرام الفرنسية، باريس وموسكو ساعة تدفئة العلاقة وعلى عتبات جي 7 والتي كانت طبعا جي 8 مع وجود روسيا، لربما فلاديمير بوتين يبحث عن وساطة فرنسية للعودة إلى طاولة جي 7. العلاقات الفرنسية، على فكرة فرنسا فيما يتعلق بالكثير من القضايا
لم غردت خارج السرب بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن في الوقت الذي رأينا التحالف وتقاطع في المواقف ما بين لندن وواشنطن في شتى القضايا حتى فيما يتعلق في الملف الإيراني، نرى بأن فرنسا كانت قد اعتمدت سياسة خارجية مستقلة منفصلة عن هاتين الحليفتين. من هنا لقاء يجمع ما بين الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ننتقل الآن لضيق الوقت عذرا سيد خميس لصحيفة البايس الإسبانية، وبوريس جونسون يضغط على الاتحاد الأوروبي لإنهاء حرية التنقل. قال بوريس جونسون يتخذ موقفا يعني قد يغضب الاتحاد الأوروبي، قال نحن في نهاية المطاف حتى فيما يتعلق في الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكسيت. قال سواء كان هنالك اتفاق أو لم يكن اتفاق نحن خارجون من الاتحاد الأوروبي. شكرا لك الإعلامي والمحلل السياسي خميس أبو العافية على وجودك معنا في الحلقة. إلى هنا نهاية العدد الأخير، نلقاكم غدا في حلقة جديدة وعناوين جديدة. إلى اللقاء.